السلام عليكم اخواني، الله يعطيكم العافية. اليوم عندنا محاضرة مهمة، طبعا معكم الأستاذ محمد لحام من معهد دار العلوم بدبلوم، متابع معكم بدبلوم المحاسبة التابع لجامعة كامبريدج. اليوم معنا رح ناخذ المحاضرة السادسة بعنوان تقييم المشروعات. إن أحد وظائف الإدارة هو القدرة على تخصيص الموارد، فالكثيرون يمكنهم تحقيق أرباح من خلال ملايين الدولارات أو ملايين الاستثمارات، ولكن عدد قليل من المدراء يتفوق في تحقيق أرباح بالقليل من الاستثمار. أهمية التقييم المالي أو تقييم المشروعات. طبعا يعتبر موضوع التقييم المالي للمشروعات أحد أهم فروع التحليل المالي، وهو جزء من دراسة الجدوى الاقتصادية، تقدير احتمالات نجاح فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي، وذلك في ضوء قدرة المشروع أو الفكرة الاستثمارية على تحقيق أهداف معينة للمستثمر. يتمثل الغرض الأساسي للتقييم المالي في توجيه القرار الاستثماري ليكون قراراً رشيداً مستنداً على أسس علمية ومبنياً على صلاحية المشروع من جانبه المالي. تقوم الدراسة طبعاً المالية بتحديد قدرة المستثمر على تمويل رأس المال اللازم لبدء التنفيذ وتجهيز الطاقة الإنتاجية والتسويقية للمشروع. تشمل الدراسة على معلومات حول توقيت الحاجة إلى السيولة النقدية ومدى التوازن بين النفقات المطلوبة لشراء الأصول والمستلزمات ودفع التكاليف المختلفة بين رأس المال المتوفر. كما تشمل طبعا على دراسة هيكل رأس المال، وضع التقديرات الخاصة التدفقات النقدية، وضع خطة التمويل خلال مرحلتي التشييد والتشغيل. طبعا بتعود أهمية التقييم المالي أو دراسة الجدوى المالية لعدة أسباب، منها واحد تحديد الأفضلية النسبية تتمتع بها الفرص الاستثمارية المتاحة، أي أفضل بما يتفق مع مفهوم الربحية التجارية، أي أربح بالنسبة لكوني تاجر، واختيار الفرصة لتحقق هدف المستثمر. اثنين، إنها وسيلة عملية لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرار الاستثمار في مشروع معين أو بقدر محدد من رأس المال يتناسب مع إمكاناتهم في ظل مستوى محدد من المخاطر، قديش معي رأس مال، شو بقدر يتحمل من المخاطر، بالتالي باخذ القرار المناسب. ثلاثة، وسيلة لإقناع الدائنين بتقديم وسائل تمويل مناسبة بالشروط الملائمة. أربعة، وسيلة علمية وعملية لتقييم المشروعات المقترحة وموضوع الدراسة وفق المعايير المالية واقتصادية موضوعية بعيدا قدر الإمكان عن التقييمات الشخصية والعشوائية. مجالات التقييم المالي. واحد، أو إن مجالات التقييم المالي تتضمن: واحد، المشروعات الجديدة، مثل إنشاء وتأسيس شركات جديدة، مشروعات في منطقة جديدة. اثنين، مشروعات التوسع الاستثماري مثل إنشاء قطاع جديد أو إضافة نشاط جديد. ثلاثة، مشروعات الإحلال والاستبدال مثل إحلال الآلات الحالية بأخرى جديدة ومشاريع الاندماج. أربعة، مشروعات التطوير مثل تطوير منتج حالي بإضافة وظائف جديدة له. مصادر المعلومات: يتم الحصول على بيانات التقييم المالي للمشروعات من المصادر التالية: واحد، بيانات إيرادات النشاط، حيث يتم الحصول عليها من دراسة الجدوى التسويقية. اثنين، بيانات الإيرادات الأخرى يتم الحصول عليها من الدراسة الفنية. ثلاثة، بيانات التكاليف الاستثمارية يتم الحصول عليها من دراسة الجدوى الفنية. أربعة، بيانات التكاليف الكلية للإنتاج يتم الحصول عليها من الدراسة الفنية والتسويقية. تحليل التعادل أو ما تسمى نقطة التعادل: تسعى الشركات طبعا إلى تخطيط مستويات معينة من إنتاج المبيعات لإغراض تحديد مستويات معينة من الأرباح، والمستوى الذي لا يحقق عنده المشروع ربح أو خسارة يسمى بنقطة التعادل. طبعا نقطة التعادل أو تحديدها استخدامات كثيرة، منها تخطيط المزيج السرعي
الإسهام في إنتاج سلعة أو توقف عنها، تخطيط الأرباح والمبيعات. طبعا يمكن تعرف تخطيط عادة أنها أقل مستوى إنتاج يمكن السماح به لاستخدام الطاقة الإنتاجية للمشروع، لتعبر عن حجم المبيعات اللي تتعادل في إيرادات المشروع مع تكلفة الكلية دون أن يحقق ربح أو خسارة. هو النقطة طبعا نقطة التعادل هي النقطة يلي ما بيحقق فيها المشروع لا ربح ولا خسارة. أما الفرق بين حد الاستخدام المتوقع لطاقة المشروع بين نقطة التعادل، يمثل منطقة الأمان التي كلما اتسعت كلما كان ذلك أفضل للشركة. تقوم نقطة طبعا نقطة التعادل تقوم على الافتراضات، عدة افتراضات، وهي واحد، ثبات سعر البيع للوحدة الواحدة ضمن حد معين. اثنين، القيام بإنتاج سلعة واحدة، وفي الإنتاج المتعدد يفترض ثبات المزيج السلعي، يعني أكثر من سلعة. ثلاثة، سوء التمييز بين التكاليف الثابتة والمتغيرة. أربعة، ثبات التكاليف الثابتة مختلف أحجام الإنتاج وثبات التكاليف المتغيرة بغض النظر عن حجم الإنتاج. خمسة، تساوي حجم الإنتاج والمبيعات، وبالتالي لا يوجد مخزون سلع، يعني كل شيء عم تنجح عم تبيعه. ويتم تحديد نقطة التعادل كعدد الوحدات حسب الصيغة التالية: التكاليف الثابتة على المساهمة الحدية للوحدة، حيث أن المساهمة الحدية للوحدة بتساوي سعر بيع الوحدة ناقص متوسط التكاليف المتغيرة للوحدة. متوسط التكاليف المتغيرة للوحدة هي التكاليف المتغيرة مجموع عدد الوحدات المنتجة. يمكن تحديد نقطة التعادل بالقيمة التالية: التكاليف الثابتة على واحد ناقص المتكاليف متوسط التكاليف المتغيرة تقسيم المبيعات، وتساوي التكاليف الثابتة على المساهمة الحدية للوحدة تقسيم المبيعات. وبالإضافة إلى أن تحليل التعادل يفيد في التعرف على حجم المبيعات اللي تعادل فيه إيرادات المبيعات مع التكاليف الكلية دون أن يحقق المشروع ربحا أو خسارة، هناك استخدامات أخرى لنقطة التعادل نذكر منها: واحد، تحديد الأرباح اللي تتحقق عند حجم معين من المبيعات، وتستخدم معادلتين التاليين لهذا الغرض: هامش الربح بيساوي المساهمة الحدية للوحدة ضرب عدد الوحدات المنتجة ناقص التكاليف الثابتة. اثنين، تحديد حجم المبيعات لازم الوصول إلى الربح المرغوب فيه، والمعادلة اللي بتستخدم لهذا الغرض هي لتحديد حجم المبيعات اللي لازم الوصول إلى الربح المرغوب فيه، طبعا التكلفة الثابتة زائد الأرباح المرغوب فيه على واحد ناقص متوسط التكاليف المتغيرة للوحدة تقسيم سعر بيع الوحدة. كما طبعا يمكن احتسابها حسب الصيغة التالية: التكاليف الثابتة زائد الربح المرغوب فيه على المساهمة الحدية للوحدة الواحدة تقسيم المبيعات. ثلاثة، من استخدامات نقطة التعادل تحديد حجم الزيادة اللازمة في المبيعات لمقابلة مصروفات مقترحة، يعني عندي مصروف مثلا 100,000، طب قديش لازم زيد المبيعات لحتى يقابل المصروف هذا؟ والمعادلة هي المصروفات المقترحة 100,000 على النسبة المئوية للربح الحدي. طيب، على سبيل المثال لو أن هناك اقتراح بزيادة مصاريف الإعلام بمقدار 5,000 وكانت النسبة المئوية في الحد 40%، فإن الأمر يتطلب زيادة المبيعات مقدار 12,500، يعني هي 5,000 تقسيم 40%. طرق التقييم المالي، كيف تقيم؟ عندي عدة طرق للتقييم المالي. عندي عدة طرق للتقييم المالي. واحد، صافي القيمة الحالية. واحد، صافي القيمة الحالية نت بيرسنت فالو، ني بي في نت بيرسنت فالو. وتقوم هذه الطريقة طبعا وتقوم هذه الطريقة على أساس أن استثمار على اساس ان الاستثمار قابل للتنفيذ اذا كانت التدفقات النقديه الخارجه مساويه على الاقل للتدفقات النقديه الداخليه. فاذا كان صافي القيمه الحاليه موجب اي ان القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخليه تزيد عن مبلغ الاستثمار، كان الاقتراح الاستثماري مربح. القانون تبعها صافي القيمه الحاليه ويساوي القيمه الحاليه للتدفقات
صافي القيمة الحالية يساوي القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية ناقص مبلغ الاستثمار. من عيد القانون، القانون هو صافي القيمة الحالية، قانون القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية ناقص مبلغ الاستثمار. القيمة الحالية للتدفقات المستقبلية ناقص مبلغ الاستثمار. طبعا يمكن استخدام برنامج اكسل لعمل هذه الحسابات بالضغط على دالة على زر دالة كونكشن، بعدين اختيار ن ب ف، اختيار الدالة ن ب ف مثل ما تكون شايفين بالصورة الموجودة عندكم. فممكن نكبر هون شوي معنا القانون. طبعا بيتم ادخال مبلغ الاستثمار في الخانه الاولى بالسالب والتدفقات النقديه الداخله بالموجب، حيث يتم ادخال التدفقات النقديه السنه الاولى في الخانه الثانيه والسنه الثانيه في الخانه الثالثه وهكذا. يعني اذا حاولنا نعمل مثال سريع لانه نطلق لازلت كونكشن وراح ناخذ ن ايه بي في، راح نكتب اوكي. فبالتالي راح تطلع لنا الداله، راح تطلع لنا الدالة، هي الدالة راح ندخل فيها مبلغ الاستثمار بالقيمة السالبة، بالقيمة السالبة يعني مثلا مبلغ الاستثمار 10,000، بعدين بالسنة التدفقات النقدية الداخلة بالموجب للسنة الأولى، يعني مثلا بالسنة الأولى متوقع يجيني 1000، بالسنة الثانية متوقع يجيني 2000، السنة الثالثة بتوقع يجيني 3 وهكذا. على سبيل المثال راح أنا أطبق المثال الموجود بالنقطة وهو ناقص 1000. إذا كان المشروع بيحتاج إلى 1000 وقيمة الفائدة 7، الله يبعدنا عنا وعنكم، فبالتالي أتوقع أن حصل تدفق نقدي بالسنة بالسنة الأولى والثانية والثالثة 500، السنة الثالثة 500 أول 3 سنين 500، لمدة 6 سنوات ثم 300. أنا حابب الدالة مرة ثانية، السنة الثالثة، السنة الرابعة نحسب فيها لمدة 6 سنوات ثم 300 في العام الرابع 300. فإن القيمة صافي القيمة الحالية 505. اوكي. اوكي 505. طيب تتلخص فكرة القيمة الحالية في أن واحدة من النقود اليوم أفضل من واحدة من النقود تأتي غدا. بمعنى آخر فإننا نفضل الحصول على مبلغ نقدي حالي بدلا من مبلغ بعد سنة، لأن قيمة النقود بعد سنة قد تنخفض فضلا عن أنه بالإمكان استثمار مبلغ مقابل فائدة معينة. اثنين، يجب اختيار معدل خصم مناسب يعدل أو يعادل
العائد المطلوب، بالإضافة إلى التعويض على مخاطر التضخم وغيرها من المخاطر الأخرى، يتم اختبار المشروع الاستثماري الذي يحقق أعلى صافي قيمة حالية موجبة. الطريقة الثانية هي طريقة معدل العائد الداخلي، معدل العائد الداخلي internal rate of return، internal rate of return IRR، ويعتبر من أهم طبعا الطرق المستخدمة للمفاضلة بين الاقتراحات الاستثمارية المختلفة، حيث يشير إلى ربحية المشروع وقوته الإرادية بطريقة واضحة، ويعرف بأنه ذلك المردود الذي سوى عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية مع القيمة الحالية التدفقات النقدية الخارجية، معدل العائد الداخلي هذا بمعنى آخر هو معدل الخصم الذي تصبح عنده صافي القيمة الحالية للأسهم مساوية للصفر، صافي القيمة الحالية للأسهم مساوية للصفر، ويسمى في بعض الأحيان بمعدل عائد المشروع أو معدل العائد للتدفقات المخصومة أو معدل العائد للتدفقات المعدلة زمنيا. طبعا يتم اختيار أقرب معدلين للخصم أحدهما ما يصل القيمة الحالية صافي التدفقات النقدية الموجبة ويطلق عليه المعدل الأصغر، والثاني يظهر ها سالبة ويطلق عليه المعدل الأكبر. ويمكن احتساب طبعا معدل العائد الداخلي حسب المعادلة التالية: معدل العائد الداخلي يساوي ميم واحد زائد ميم اثنين ناقص ميم واحد ضرب قاف واحد تقسيم قاف واحد زائد قاف اثنين، حيث أن طبعا ميم واحد معدل الخصم الأصغر يظهر قيمة حالية صافي التدفقات الموجبة، ميم اثنين معدل الخصم الأكبر يظهر قيمة حالية صافي التدفقات السالبة، قاف واحد قيمة حالية لصافي التدفقات عند المعدل الأصغر، قاف اثنين القيمة الحالية لصافي التدفقات عند المعدل الأكبر، هذا مع إهمال الإشارة السالبة القيمة الحالية للتدفقات النقدية عند المعدل الأكبر. كما طبعا يمكن استخدام مايكروسوفت لعمل إكسل لعمل هذه الحسابات بالضغط على الدالة FX، أو أصغر الشاشة شوي هنا شايفين، بالضغط على الدالة FX ثم اختيار IRR. على سبيل المثال إذا كان المشروع بيحتاج مثل ما شفنا سابقا لألف دينار، ألف دينار الآن يتوقع أن نحصل على تدفق نقدي 500 بعد عام، و400 بعد عامين، و300 بعد 6 أعوام، فإن معدل العائد الداخلي 10.7، ويتم مقارنة المعدل الداخلي العائد بمعدل العائد في الفصل البديل وفقا للحالات التالية: إذا كان المعدل العائد الداخلي للمشروع أكبر من معدل العائد في الفصل البديلة فإنه يمكن النظر في قبول المشروع. اثنين، إذا كان معدل العائد الداخلي للمشروع مساوي لمعدل العائد في مشروع آخر فإن إيداع الأموال في البنك بفائدة يكون أفضل. ثلاثة، إذا كان معدل العائد الداخلي أقل معدل الفائدة على الودائع أو أقل معدل العائد في الفرصة البديلة فإنه يفضل إيداع الأموال في البنك أو الاستثمار في الفرصة البديلة. دليل الربحية أو الطريقة الثالثة لتقييم المشروعات: دليل الربحية Profitability Index، Profitability Index BI، يعتمد دليل الربحية على حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية، وذلك بدلا من حساب صافي القيمة الحالية، نحسب هنا القيمة الحالية بدلا من حساب صافي القيمة الحالية، ويعبر عنه بحاصل قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية على القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية. فإذا كانت النتيجة أقل من واحد صحيح فإن ذلك يعني التدفقات النقدية الداخلية أقل من التدفقات النقدية الخارجية، أو تعرف أن أسماء غير مربح، وإذا كان دليل الربحية أكبر من واحد صحيح فإن ذلك يعني التدفقات النقدية الداخلية أكبر من التدفقات النقدية الخارجية وأقوى الاستثمار باعتباره مربحا. طريقة الاحتساب دليل الربحية Profitability Index يساوي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلية على القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجية.
على سبيل المثال إذا كان معدل الفائدة 8%، إذا كان معدل الفائدة 8% والمشروع يحتاج 1000 دينار، الآن نتوقع أن نحصل على تدفق نقدي سنوي 400 لمدة 3 سنوات بحساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية خلال عمل المشروع، نحصل على 1030.838، وبتعرف أن الدليل الربحية هو 1.03 اللي هو 1030.838 تقسيم 1000 اللي هي الداخلة. وبما أن الدليل الربحية أكبر من 1 صحيح لأنه هو 1.03، فإن المشروع يعتبر مربح. الطريقة الرابعة هي فترة الاستبدال عفوا. فترة الاستبدال باي باك. جرب باي باك. جرب هذه الطريقة تقدم للمشروع الذي يستبدل استثماراته في أسرع وقت ممكن ويتم حسابها كما يلي. أولا في حالة تشابه الأرباح يتحقق المشروع، فإنه يمكن الحصول على فترة الاستبدال بالمعادلة التالية. مبلغ الاستثمار المتوسط التدفقات النقدية الداخلة السنوية. على سبيل المثال إذا كان الاستثمار بقيمة 100,000، إذا كان الاستثمار بقيمة 100,000 والعائد السنوي حوالي 20,000، فإن فترة الاستبدال 5 سنوات. ثانيا في حال عدم تشابه الأرباح الصافية السنوية للتدفقات الداخلية، فإنه يتم تخفيض مبلغ الاستثمارات المقدور صافي الربح بعد الضرائب مضافا إليه الاستهلاكات أي تدفقات نقدية داخلية، وتتم عملية التخفيض حتى تصبح قيمة الاستثمار معلومة. ويمكن توضيح هذه الطريقة باستخدام المثال التالي. السنة صفر، السنة الأولى، السنة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، التدفق سلبي، بعدين 500، 400، 200، 200%. نلاحظ أنه بعد عامين يكون صافي التدفق النقدي سلبي، ناقص 1000 زائد 500 زائد 400 يساوي ناقص 100، أما بعد 3 سنوات فإن صافي التدفق النقدي إيجابي، ناقص 1000 زائد 500 زائد 400 زائد 200 يساوي 100، وهكذا. فترة الاستبدال نقطة عادل هي 2.5، يعني بدي 2.5 لحتى نوصل نقطة التعادل. السنة الأخيرة صافي التدفقات السلبية زائد القيمة المطلقة لصافي التدفقات في تلك السنة على التدفق النقدي في السنة اللاحقة. فترة الاستبدال تساوي 2 زائد 100 تقسيم 200. 2 هي السنة الأخيرة لصافي التدفقات السلبية، القيمة المطلقة لصافي التدفقات في تلك السنة اللي هي 100 على التدفق النقدي في السنة اللاحقة هي 200 يساوي 2.5. مثال ثاني التدفق مثل ما كن شايفين بالمثال، أول سنة ناقص 65,000، ثاني بعد عام بالمشروع ألف طبعا، وبالمشروع بي بالمشروع ألف بعد عام صار موجب 25,000، بعدين عامين موجب 30، بعدين موجب 10، بعدين موجب 10، بعدين موجب 9، بعدين موجب 8، معدل الفائدة 8، الصافي القيمة الحالية 7,951، فترة الاستبدال 3 سنوات، معدل العائد الربحية الداخلي عفوا 15%، دليل الربحية هو 1.4.
على الرغم من تساهل فترة الاسترداد طبعا للمشروعين ألف وبي، إلا أن مشروع ألف أفضل من مشروع بي، وذلك أن فترة الاسترداد لم تأخذ بعين الاعتبار العنصر الزمني للتدفقات النقدية. المشروع ألف أفضل من مشروع بي لأن فترة الاسترداد هي 3 سنوات، لم تأخذ بعين الاعتبار العنصر الزمني للتدفقات النقدية. لاحظوا بعد عام هون صار بلشت انا اخذ 25% من التدفقات النقدية. طبعا لو اخذنا مثال اخر، مشروع الف والمشروع ب، لاحظنا فترات الاسترداد بالنسبة للمشروعين. بالنسبة للمشروع الأول 3.3 سنة، بالمشروع الثاني 3 سنة. طبعا للوهلة الأولى يبين معنا أنه المشروع ب هو أفضل من مشروع ألف، لأنه فترة الاسترداد لا تأخذ بعين الاعتبار ما يحدث المشروع بعد انتهاء فترة استرداد استثماراته. لاحظوا دليل الربحية بالنسبة للمشروع ب 1.7، مشروع ألف 1.61، معدل العائد الداخلي أفضل من المشروع الأول، فترة الاسترداد أقل من فترة الاسترداد بالنسبة للمشروع الثاني. بهالطريقة إخواني بكون انتهى الفصل التاسع عن تقييم المشروعات. راح ندخل بالمشروع بالفصل العاشر بعنوان مخاطر الاستثمار. مخاطر الاستثمار من تجربتي الشخصية فإن القدرة على فهم المعادلات الرياضية وكشف التلاعب في الأرقام وتحديد المفاهيم الأساسية يعزز من قدرة الشخص على التعامل مع أكثر الحالات غموضاً وتوعية العلاقات التي تهيمن على أعمالنا اليومية لاتخاذ القرارات المالية. آلان غرينسبان. عندما يكون مستثمر بعملية الاستثمار فإنه سيواجه درجة معينة من المخاطرة مقابل توقع الحصول على عائد معقول، لذلك تعتبر المخاطرة عنصرا هاما يجب أخذه بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار استثماري. وتعتبر المخاطرة باحتمال وقوع الخسائر، فكلما زاد احتمال وقوع الخسائر كلما كان الاستثمار أكثر خطورة. كلما زاد احتمال وقوع الخسائر كلما كان الاستثمار اكثر خطوره، العكس بالعكس، يعني كل ما قلت احتمال وقوع، كل ما قلت المخاطره كل ما قلت احتمال وقوع خسائر. اما العائد على الاستثمار فهو من صارت المقابل يتوقع المستثمر مقابل الاموال التي يدفعها من اجل حيازه اداه الاستثمار او مقابل تخليع منفعه حاليه من حصول منفعه اكبر في المستقبل. وتجي هذه العلاقه الطرديه طبعا بين العائد المتوقع درجه المخاطره، فان جميع المستثمرين يسعون تحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطرة أو تخفيض المخاطرة إلى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد. يعني المستثمرين يسعون لتحقيق أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطرة، أعلى عائد عند مستوى معين من المخاطرة أو تخفيض المخاطرة إلى أدنى مستوى ممكن أو تخفيض المخاطرة إلى أدنى مستوى ممكن عند مستوى معين من العائد. وهناك أكثر هناك أكثر من تعريف لمخاطر الاستثمار. لمخاطر الاستثمار منها احتمال فشل المستثمر في تحقيق العائد المتوقع للاستثمار، ومنها عدم التأكد من التدفقات النقدية المستقبلية المتأتية منه، وكذلك درجة التذبذب في العائد المتوقع أو درجة اختلاف العائد الفعلي قياسا بالمتوقع. إدارة المخاطر. تتناول إدارة المخاطر العلاقة بين العائد المطلوب على الاستثمار وبين المخاطر التي تصاحب هذا الاستثمار، وذلك بقصد توظيف هذه العلاقة بما يؤدي إلى تعظيم قيمة ذلك الاستثمار من وجهة نظر أصحابه. أو بشكل عام يمكن توضيح ما يعنيه المصطلح المخاطر من خلال مراجعة بعض التعريفات. واحد عرف إيركيك بيه
1993 إدارة الخطر، على أنها إدارة الأحداث التي يمكن التنبؤ بها والتي قد يترتب عليها خسائر محتملة الحدوث إذا لم يتم التعامل معها بشكل مناسب. وأوضح أن عملية إدارة الخطر تتضمن 3 مراحل أساسية، هي تعريف الخطر وقياس الخطر وإدارة الخطر. كما أوضح أن مرحلة إدارة الخطر يمكن تتبع إحدى 3 استراتيجيات، هي الاحتفاظ بالخطر، تخفيض الخطر، أو تحويل الخطر. ويرى ويليامز سميث أن إدارة المخاطر تتضمن القيام بالأنشطة الخاصة بتحديد المخاطر التي تعرض لها الشركة وقياسها والتعامل معها مع مسبباتها والآثار المترتبة عليه، وأن الغرض الرئيسي لإدارة المخاطر يتمثل في تمكين الشرطة من التطوير الشركة عفوا من التطوير وتحقيق أهدافها بشكل أكثر فعالية وكفاءة. يشير فينارد جي بي 1996 إلى أن القيام بإدارة المخاطر أصبح ضروريا لاستثمار الشركة في ظل المنافسة العالمية المعاصرة، وأن إدارة المخاطر المالية بالمنشأة تسعى إلى 3 أهداف رئيسية، هي 1 الوقاية من الخسائر، 2 تعظيم درجة الاستقرار في الأرباح، 3 تخفيض تكلفة إدارة الخسائر المالية المحتملة. ويرى بيرغام أند هوستون أن إدارة المخاطر هي مجموعة من الأنشطة التي تستهدف تخفيض الخسائر المحتملة، وأن هذه الأنشطة تندرج تحت 3 مراحل رئيسية، هي 1 تحديد وتعريف المخاطر التي تواجه الشركة، 2 قياس التأثير المحتمل لكل خطر، 3 تحديد كيفية التعامل مع الخطر موضوع الاهتمام. وينظر هاملتون سي 1998 لأن إدارة المخاطر أو إدارة الخطر على أنها نشاط يمارس بشكل يومي سواء على مستوى الأفراد أو المنظمات، لأن أي قرار ترتبط بنتائجه من المستقبل وطبعا المستقبل غير مؤكد، فلا بد من الاعتماد بشكل ما على مبادئ إدارة المخاطر. وأوضح هاملتون أن إدارة المخاطر تتضمن الأنشطة التالية: 1 تجميع المعلومات عن الأصول الخطرة بالشركة، 2 تحديد التهديدات المتوقعة لكل أصل، 3 تحديد مواطن الخلل الموجودة بالنظام ويتسمح التهديد التأثير في الأصل. تحديد الخسائر التي يمكن أن تعرض لها الشركة إذا حدث التهديد المتوقع، 5 تحديد الأدوات البديلة التي يمكن الاعتماد عليها لتخفيض أو تجنب الخسائر المحتملة، 6 تحديد الأدوات التي قررت الشركة الاعتماد عليها في إدارة المخاطر المحتملة. ويرى بوزو نيلي 1998 أن إدارة المخاطر العمليات تضمن تعريف المخاطر تواجه الشركة وتحديد الأثر المالي الذي يمكن أن يحدثه كل خطأ بالنسبة للشركة، ثم اتخاذ قرارات مدروسة لتجنب تلك المخاطر وتخفيضها وتحويلها إلى أو قولها كما هي. ويشير بين سي 1999 إلى أن إدارة المخاطر أصبحت تمثل مجالاً متخصصاً يتضمن المقاييس والإجراءات التي ترتبط بين كل من العائد والخطأ المعترف به، ويؤكد أن الخطأ في حد ذاته لا يمكن تخفيضه بالعمليات الحسابية، وأن المعلومات وبعد النظر تمثل عناصر جوهريه ذات اهميه بالغه في عمليه اداره المخاطر. ويعرف بيني اداره المخاطر الماليه على ان استخدام اساليب التحليل المالي وكذلك الادوات الماليه المختلفه من اجل السيطره على مخاطر معينه وتخفيض اثارها غير المرغوبه على الشركه، ورى انه يمكن تسميه هذه العمليات عمليه اداره الخسائر المحتمله. اما بوس فورد وبليسكات فقط تناول مفهوم إدارة المخاطر من خلال مناقشة جوانب الشبه وجوانب الاختلاف فيما بين إدارة الخطر وبين المفهوم العام للإدارة، ومن خلال المناقشة قرر أن إدارة المنشأة وإدارة المخاطر المالية والمنشأة متلازمتان،
وأن لسه تحقق الفعالية في إحداهما دون أن تمارس الأخرى بشكل فعال، لأنه يجب أن يعملا معا بشكل متوازن ومتكامل لإنجاز أهداف المنشأة. طبعا وفي هذا الإطار قدم بودفرز أند بيلسكا تعريفا عاما لإدارة المخاطر على أنها مجموعة الأنشطة الخاصة بالتخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة للموارد المنظمة من أجل تخفيض الأثر المحتمل للمخاطر اعتبرت لها تلك الموارد. وأوضح الكاتبان أنه يمكن إدارة المخاطر بشكل فعال منظم الاعتماد على الأنشطة التالية: 1. تحديد الخسائر المحتملة من الخطر موضع الاهتمام. 2. تقييم الأساليب البديلة للتعامل مع الخطر. 3. تطبيق الأساليب المناسبة لمعالجة الخطر. 4. متابعة وتقييم النتائج للأساليب التي تم الاعتماد عليها في إدارة الخطر. 5. تطوير وتعديل وأداء وممارسات إدارة المخاطر للتوصل لنتائج أفضل. ويؤكد ستيوارت تي 2000 أن إدارة الخطر لا تعني التخلص منه، لأن التخلص من الخطر يعني في نفس الوقت التخلص من العائد المتوقع. أما إدارة المخاطر فإنها تعني استخدام الأدوات المناسبة لتخفيض الخسائر المحتملة، وهي تستهدف تعظيم القيمة السوقية للعوائد المتوقعة في ضوء درجة المخاطر التي يمكن تحملها أو المصاحب لهذه العوائد المتوقعة. بمراجعة مفاهيم التعريفات السابقة، يمكن استخدام نقطتين أساسيتين طبعا ترتكز عليهما الدراسة الحالية، وهما: 1. مصطلح إدارة المخاطر يتضمن كافة الأنشطة تحاول تغيير شكل العلاقة بين العائد المتوقع ودرجة المخاطر المترتبة بتحقيق هذا العائد المتوقع، وذلك بهدف تعظيم قيمة الأصل اللي يتولد عنه هذا العائد. 2. النظام لإدارة المخاطر بالشركة يعتمد على أساس مراحل رئيسية هي: 1. تحديد المخاطر يمكن أن تتعرض لها الشركة. 2. قياس مستوى الخطر والخسائر المحتملة من حدوثه. 3. استخدام الأدوات المناسبة لتخفيض مستوى الخطر وتخفيض أو منع حدوث الخسائر المحتملة بسببه. مفهوم الخطر المالي، يرى ويليامز سميث أن الخطر هو التقلب المحتمل في النواتج، وأن الخطر مفهوم موضوعي يمكن قياسه كميا، وأنه يخلق خسائر محتملة حيث يمكن أن يترتب على التصرف للساحب الخطأ مكاسب أو خسائر ولا يمكن تنبؤ بأيهما سوف يحدث فعلا. طبعا ويرى بيترز تي 1997 ان الخطر المالي يعني ان هناك فرصه لحدوث خسائر ماليه، وان مصطلح الخطر يستخدم اشاره الى التغير الذي يمكن ان يحدث في العوائد المصاحبه لاصل معين. طبعا على ضوء مدخل قيمه على مدخل على ضوء مدخل قيمه خلق القيمه، يمكن تعريف الخطر المالي بالشركه انه الفقد الجزء أو الكل محتمل في قيمة ثروة المساهمين. يمكن تحديد المبررات التالية: 1. أنه يرتبط بشكل مباشر بالهدف النهائي للشركة وهو تعظيم ثروة المساهمين. 2. أنه يرتبط بمباشرة بالقرارات المالية للشركة وتمثل المصادر الرئيسية لأجل ألف توليد تدفقات نقدية محطة أرباح اقتصادية تزيد من قيمة الثروة المستثمرة من قبل المساهمين. ب. إدارة المخاطر التدفقات النقدية بما يحافظ على ثروة المساهمين دون ضياع العائد المتوقع أو تأكل الثروة. 3. أن يساعد على تحقيق الربط المباشر بين مفهوم المخاطر المالية بالشركة وبين أدوات القياس لها وبين الهدف من إدارتها. أنواع الخطر من حيث مصادر الخطر: أن الشركات المعاصرة تواجه مجموعة متنوعة من المخاطر المالية في المجالات الوظيفية المختلفة وجميع أرجاء الشركة، ومن هذه المخاطر مخاطر: 1. مخاطر الأعمال، وهي المخاطر المرتبطة بالصناعة والمجال اللي تعمل به الشركة. 2. مخاطر التشغيل، المخاطر المرتبطة بالنظمة الداخلية للشركة. 3. مخاطر الإدارة، وهي المخاطر المرتبطة بالوظائف والممارسات الإدارية. 4. المخاطر القانونية، وهي المخاطر الناشئة عن الدخول في اتفاقيات تعاقدية مع أطراف أخرى مع عدم التأكد بالوفاء بالتزامات تجاه هذه الأطراف. مخاطر الائتمان، وهي المخاطر المرتبطة بفشل الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته
مخاطر الأسعار وهي المخاطر المرتبطة بتحركات غير المرغوبة صعودا أو هبوطا في الأسواق. في الأسعار بالسوق وهي تنقسم إلى مخاطر سعر الفائدة، مخاطر سعر العملة أو سعر الصرف، مخاطر أسعار السلع، مخاطر الملكية، مخاطر الأموال وهي من المخاطر الناتجة عن فشل الشركة في الوفاء بأعباء الديون وفقا للشروط المتفق عليها مع الممولين أو المقترضين. مخاطر التركيز وهي المخاطر الناتجة عن تركيز الاستثمارات في قطاع واحد أو عدة قطاعات صغيرة تسمى مخاطر عدم التنمية. في عندنا مخاطر التغطية وهي المخاطر الناتجة عن الخطأ في التغطية أو الفشل في تحقيق التغطية الكافية للمخاطر تعرض لها الشركة. المخاطر السياسية وهي المخاطر الناتجة عن القرارات الحكومية مثل الضرائب، التسعير، الجمارك، التأمين إلى آخره. أنواع المخاطر المحسة وارتباطها بالشركة وفقا لهذا التقسيم أو التصنيف. وهو التصنيف الذي تعتمد عليه النماذج الحديثة بالنظرية التمويلية. يتم تقسيم المخاطر تعرض لها الشركة إلى مجموعتين من المخاطر، هما مخاطر منتظمة وهي المخاطر العامة التي تعرض لها الشركة أو لجميع المنشآت بالسوق بصرف النظر عن خصائص المنشأة من حيث النوع أو الحجم أو هيكلة الملكية. وتنشأ هذه المخاطر عن متغيرات لها الصفة العمومية مثل الظروف الاقتصادية السياسية، ولذلك يصعب التخلص من هذه المخاطر بالتنويع، وذلك تسمى بالمخاطر التي يمكن تجنبها بالتنويع أو مخاطر السوق. ويشير فرانسيس إلى أن الشركات التي تتسم بارتفاع المخاطر المنتظمة لعائد أسهمها هي تلك الشركات التي تمتلك سلعا أساسية مثل شركات إنتاج المعدات، شركات مقاولات إنشاء الطرق والجسور، والشركات التي تميز هلكلها المالي بارتفاع نسبة الاقتراض في الوقت الذي تتسم فيه مبيعاتها بالموسمية مثل الشركات الطيران. المخاطر غير المنتظمة وهي المخاطر الخاصة اللي تواجه شركات معينة نتيجة خصائص وظروف تلك الشركات. يمكن تخفيض أو تجنب تلك المخاطر الاعتماد على استراتيجيات التنويع، لذلك تسمى أيضا المخاطر التي يمكن تجنبها بالتنويع أو المخاطر الفريدة حيث أنها تخص شركة معينة. ويشير فرانسيس إلى أنه في مقدمة الشركات تتسم بانخفاض نسبة المخاطر المنتظمة وارتفاع نسبة المخاطر غير المنتظمة. تلك الشركات تنتج السلع غير معمرة حيث يكون الارتباط ضعيف بين كل المبيعات والأرباح وأسعار الأسهم وإلى المستوى الاقتصادي العام. أنواع المخاطر من حيث الميزة التنافسية المعلوماتية. يرى البعض أنه يمكن تقسيم مخاطر تواجه الشركة تبع الميزة التنافسية المعلوماتية المتوفرة لديها لمجموعتين من المخاطر على النحو التالي: المخاطر العادية وهي المخاطر الناشئة عن متغيرات لا تتوفر لدى الشركة عنها ميزة تنافسية معلوماتية، ويجب على الشركة أن تتبع استراتيجيات جديدة لإدارة المخاطر لأجل تغطيتها أو تجنبها أو السيطرة عليها، لأن تحمل هذه المخاطر لا يحقق للشركة أي عوائد اقتصادية، وهي مخاطر ليست لها علاقة مباشرة بالنشاط الأساسي للشركة ولكنها تعطي بالسوق اللي استعمل فيه الشركة. اثنين مخاطر الأعمال وهي تلك المخاطر التي يجب على الشركة تحملها لأجل أداء نشاطها الأساسي الذي تعمل فيه، ولا بد أن تملك الشركة بعض المزايا التنافسية المعلوماتية بالنسبة للمتغيرات تنشأ عنها هذه المخاطر، إذ أن هذه المتغيرات توسع عناصر أساسية للقيام بنشاط الشركة وتوليد تدفقات نقدية بها، فضلا عن أن الشركة تحقق عوائد اقتصادية مقابل تحمل هذه المخاطر. طبعا ننتقل اخواني، المقاييس الاحصائيه محذوفه، ننتقل للصفحه 138 بالنقطه، نمشي مع بعض بالصفحه 138 بالنقطه عند ادوات إدارة المخاطر. يمكن تحديد 3 استراتيجيات رئيسية لإدارة المخاطر المالية، وهي واحد استراتيجية ترك الموقف مفتوح، يقصد بها طبعا يقصد بذلك الاحتفاظ يقصد بذلك الاحتفاظ بمستوى الخطر على ما هو عليه. ويمكن تعتمد الشركة على هذه الاستراتيجية حينما يكون مستوى الخطر منخفض بشكل لا يبرر التكلفة المتوقعة لإدارته، وتندرج تحت هذه الاستراتيجية سياسة قبول الخطر. الاستراتيجية الثانية استراتيجية تحمل مخاطر محسوبة
استراتيجية تحمل مخاطر محسوبة، يخصص بذلك تحديد مستويات الخطر التي يمكن تحملها بالشركة والتي لا ترغب الشركة في تحمل أكثر منها، ثم اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتخفيض المخاطر حتى هذا المستوى المقبول. ويندرج تحت هذه الاستراتيجية سياسة تخفيض الخطر مثل التنويع في الخطر في خطوط منتجات الشركة، هيكل الاستثمار والتغيير في مستوى الرافعة التشغيلية تبع لظروف الشركة، هيكل الاستثمار والتغيير في مستوى الرافعة المالية، هيكل التمويل، واستخدام الأدوات المالية المشتقة للحماية ضد مخاطر الأسعار. ثلاثة، استراتيجية تغطية كل الخطر. استراتيجية تغطية كل الخطر يقصد بذلك تحييد مصدر الخطر بالنسبة للشركة، أي تخفيض الخطر إلى الصفر. ويندرج تحت هذه الاستراتيجية سياسة تحويل الخطر مثل التغطية الكاملة أو التأمين ضد الخطر باستخدام أدوات الهندسة المالية، تحويل الخطر المالي إلى طرف ثالث بواسطة عقود التأمين، والتجنب التام لأنشطة ذات تنشأ عن الخطر، وقد تستخدم عمليات إعادة الهيكلة بشكل خاص لأجل إنقاذ المنشأة من حالة فشل مالي تمر بها، إلا أنها أصبحت أحد الاستراتيجيات المالية الرئيسية للمنشأة المختلفة منذ الثمانينات وحتى الآن. ويمكن تقسيم عمليات إدارة الهيكل المالي للمنشآت إلى مجموعتين. أول شيء، أول مجموعة إعادة هيكلة الأصول، وتسمى أيضا هندسة الأصول الضمن، وهي تتضمن الأساليب المالية تعبر تغير من هيكل أصول الشركة لأجل تحقيق الاستخدام الأعلى قيمة الأكثر لموارد المنشأة، أو لتوفير الضرائب، أو للتخلص من التدفق النقدي الزائد غير المطلوب للفرص الاستثمارية بدفع المساهمين. تجري إعادة هيكلة الأصول بواسطة عمليات البيع المختلفة مثل بيع جزء من الأصول سيل أوفس، أو طرح أسهم الشركة التابعة إلى سوق رأس الأسهم للكتاب العام، إلى سوق رأس المال للكتاب العام، أو فصل الشركة التابعة بأحد الأساليب الثلاث سليبت أوبس سباين أوبس، أو من خلال عمليات التصفية. وقد تقوم الشركة بإعادة هيكلة وحدات النشاط والاعتماد على استراتيجيات النمو سواء بالاستحواذ أو بالمشروعات المشتركة. اثنين، إعادة هيكلة التمويل. وتركز هذه الاستراتيجية على تغيير هيكل الملكية بالشركة، وذلك من أجل إدارة المخاطر المالية، وخاصة لتخفيض خطر الإفلاس أو مشكلة وتكاليف الوكالة المرتبطة بخصائص هيكل الخصوم ورأس المال الخاص بالشركة. ويمكن تنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة التمويل المنشأة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية: واحد، طرح شكل جديد للتمويل الأقل خطورة على المنشأة مثل السندات قبل التحويل أو السندات قبل الاستدعاء أو الأسهم الممتازة بدلا من السندات العادية. اثنين، استبدال الأوراق المالية الحالية بأوراق مالية ذات خصائص مختلفة. ثلاثة، إعادة شراء الأسهم نقدا من السوق المفتوح. ومراجعة أدوات إعادة الهيكلة، ينقل القول أنها جميعا تقع ضمن استراتيجية تحمل مخاطر محسوبة، حيث أنها تسعى تخفيض مستوى المخاطر المالية كما هو الحال عند إعادة الهيكلة المالية، أو تسعى تكوين محفظة استثمارية ذات كفاءة بحيث تتناسب عائدها مع المخاطر الخاصة بها كما هو الحال عند إعادة هيكلة الأصول. وإن كانت الأدوات المستخدمة في الهدف النهائي لعمليات إعادة، فإن الهدف النهائي لعمليات إعادة الهيكل المنشأة يتمثل في تعظيم القيمة السوقية للشركة وما يتوافق مع الإطار العام لنظرية التمويل ومدخل خلق القيمة. وعلى ضوء نظرية التمويل، ينبغي إدراك أن إدارة المخاطر المالية بالشركة باعتبارها تسعى إلى تغيير شكل العلاقة بين العائد والخطر بهدف تعظيم القيمة، ترتبط بجميع القرارات والممارسات المالية تتم، كما أنها ترتبط بجميع البنود، أي تشملها الميزانية، وسواء في جانب الأصول هيكل الاستثمار أو في جانب الخصوم ورأس المال هيكل التمويل. ومراجعة الأساليب والأدوات التي تقترحها الكتابات في مجال إدارة المخاطر المالية، وكذلك التي اعتمدت عليها الدراسات التطبيقية السابقة في اختيار فروض نظرية إدارة المخاطر المالية بالشركة، وكذلك كتابة التمويل والإدارة المالية، يمكن تحديد تسعة أساليب مالية تستطيع الشركات المختلفة استخدامها في إدارة الخطر المالي وذلك بها، وذلك ما تتسق مع نظرية التمويل والإدارة المالية. وهذه الأساليب هي: واحد، زيادة كفاءة استخدام الأموال. اثنين، تقليل نسبة المديونية. ثلاثة، اعتماد مصادر تمويل أقل خطورة على الشركة. أربعة، الاستثمار في أصول أكسسوري. خمسة، تقليل نسبة
تقليل نسبة التوزيعات النائبة، 6 تقليل حجم الالتزامات النقدية الثابتة، 7 تحقيق التوازن المالي بين هيكل التمويل وهيكل الأصول، 8 تحقيق التوازن النقدي، توازن بين الطبقات النقدية الداخلية والخارجية، 9 تنويع الاستثمارات. وبالتالي إخواني بيكون نحن وصلنا للمحاضرة، نهاية المحاضرة السادسة بعنوان تقييم المشروعات ومخاطر الاستثمار. بتمنى أنه أنتم تراجعوا المحاضرة منيح، بتمنى أنه تكونوا استفدتوا إن شاء الله، على أمل أنه نلتقي إن شاء الله بالمحاضرة السابعة بإذن المولى من مادة التحليل المالي. حتى ذلك الحين بترككم بأمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.